أصلاً بسببك أنت ممكن إنه يموت، بس بفضلي أنا هو اجتمع بعيلته. كل الأشخاص اللي بتلمسيهم بروحوا على الموت لهون، بس هي المرة الأخيرة. لا سمح الله إذا صار لأصلان شي، ما راح تعيشي يا عزيزة. أنا ما بخاف من الموت فتون، بس حفيدي يكون بخير وقت أساوي اللي بتقدري عليه ولا تقصري. أمي؟ هارو؟ لكان صهر ألشاد أوغلو بيكون ابنك فتون؟ هاي شو عم بتقول؟ آه؟ هاي شو عم بتقول؟ خير هازار؟ شو الموضوع؟ أنت ليش جبتنا لهون؟ مثل ما بتعرفي زهرة، أنا من فترة عطيتك وعد إني ما عاد خبي عليك أي شي بحياتي. يعني الصراحة صارت شغلة فجأة وما أجتني فرصة لحتى أخبرك ولا حتى تجرأت أحكي لك إياها. شو الموضوع؟ بالحقيقة اللي صاير شي سيء؟ ميران قال شي مو منيح؟ لا مو هيك بصراحة، الموضوع متعلق فيكي وبريان يا زهرة. ليش ما عم تفهمي؟ هارون، اسمعيني، أصلاً كان بحاجة للمساعدة وأنا ساعدته وهذا كل شيء. قلت لي هاد كل شيء؟ هلا أنت عم تتمسخر علي يا ولد؟ أنا مفكرة إنه أنت عايش برات البلد ومشغول بشغلك وشركاتك وعايش بأمان، وتارك عايش هون وأنت صهر لأعداء عزيزة. ساويت هالشي بس لتتجسس لصالح أصلان مو هيك؟ عن جد يا أسفي عليك يا هارون، ما بيكفي إنك خدعت لأمك طول الوقت، جيت وقعدت بنص الهدف ما؟ أنا سويت هذا الشي مشاننا، صدقيني مشان أمنا عزيزي إنها تأذي أحدا وخاصة عيلتنا. بتروح وبتطلق هديك البنت فهمان؟ لكان هارون ابنك يا فتون. ليش اجيت؟ مشان بنتي. بس ريان مانا بنتك، انت ما كان بدك اياها تجي على هي الدنيا. انا نحن طالعناك من حياتنا من سنين طويله، وحتى انت ما فتت على حياه ريان ابدا ولا رح تفوت على حياتها. انا سالتها هي ما بدها تتعرف عليك بنوب، لانه اساسا هي في عندها اب. أنا ما أجيت لهون مشان أزعجكم زهرة. معناتها روح مثل ما أجيت. إذا كنت أنقذت حياة ريان من الموت هلأ، اعتبرها تعويض عن الحياة اللي كنت رح تحرمها منها قبل ولادتها. أنا ما رح أطلع قدام ريان، رح روح من هون، رح روح بهدوء.
بكفيني أعرف إنها بخير وبس. ريان بخير وهي منيحة كتير، زوجها وأبوها وأمها عطول موجودين جنبها وما لها بحاجة لأي حدا تاني. قسماً بالله إذا بتقرب من بنتي ريان، إذا بتحاول تطلع قدامها أو تقلها أي رح كلمة. روح يا زهرة. رح أوفي بوعدي وروح. أنا ما دعيت على أي حدا. أنا بعرف ريان، وما تمنيت إنه أصلاً يموت، ومستحيل فكر بهيك شي لا سمح الله. ما في داعي تبرري لأي حدا، مفهوم؟ جنول إجت لهون لتلوم حالة، مو مشان تلومك أنت. أنا بعرف شو معنات إنه الواحد يعيش مع عذاب الضمير، وهي صارت بتعرف. يا ريت لو كان فيني رجع الوقت يا ميران وضمد جراح الكل بإيدي ونعيش بسعادة، بس قوتي ما بتكفي لهالشي. نحن مبسوطين وعايشين سوا. ايه مبسوطين. انا ما عم احكي بس عني وعنك يا ميران، عن الكل، والاهم ابي، يعني أبوك. أمي حكت لي شو يلي صار بالمشفى يا ميرا، وقديش أنت خفت إنه يموت. المريض يلي بغرفة العمليات مات، والله زعلت عليه. إيه؟ اسمه هازار شاد أوغلو. لو سمحتي يا أختي، وين غرفة العمليات؟ بآخر هالممر على اليسار. ما فيك تموت، مو هلا، مو اليوم، ما لازم تموت. شوف هزار شاد أوغلو، افتحوا لي الباب، بعرف انه جوا، افتحوا لي الباب، هو ما مات، هو عايش، ما رح يموت. لك افتحوا لي الباب، بعرف انه ما مات، هو عايش. ميران، ميران، لا أنا بعرف إنه ما مات. يلا افتحوا لي الباب، حدا يطلع من جوا بسرعة ويقول إنه هو عايش. ميران، زهرة خانم، ما مات، مو هيك، هو عايش. عن جد هزار هيك عايش؟ بترجاكي قولي انه ما مات. انت اجيت ميران، قولي بسرعة هو عايش.
أنا بزعل على طفولتي. بس بعد هلأ أنت جنبي يا ريان، أنت بتعطيني القوة لعيش. ميران، أنت لما عرفتي مين أبوك قلتي لي، لو بعرف ما كنت زعلت لأنه جدي ما بيحبني. وأنا لو كنت بعرف مين هو أبي لكنت خربت قصة الانتقام فوق راس ستي وهدمت كل شي. لما عرفت انه هزار مانو أبي وقتها حكيت لي شي لساتني متذكرته. لما حطك بتختك لتنام وقتها ما فتحت عيونك ومثلت كأنك نايم، تذكرت هالشي؟ بكل الأحوال أنت مالك ذنب بأي شي، هنن يلي جبروك يا ميران ولهالسبب ما في داعي تعيش بهالندم أبدا. بس أنا بخاف إنك ترجع تندم بعدين. ما بصير يا ريان، ما بصير. لا تتوقعي إنه يكون أكتر من هزار بيك بالنسبة لي وبس. بشي يوم قلبك رح يوجهك عالشي الصح. مو مهم أبدا شو يلي رح نقوله هلا. يلا خلينا نفوت لجوا، لسه ما كملنا فطورنا ميران. بس بالأول وين ابتسامة زوجتي؟ نحن شو وعدنا بعض؟ من اليوم ورأي حياتنا ما رح تكون غير ضحك وسعادة. تمام، مو هيك؟ خلاص فهمت ميرا. ها هيك. ها يلا ريان، صار لك شي؟ لا ما فيني شي، بس حسيت فجأة بدوخة لأني وقفت بسرعة. أكيد أنا منيح. يلا جماعة الحطب وفوت لجوا. بكفوا الحطبات؟ ايه اكيد، ما شاء الله شو مني ما بيلحق عليك. يلا الحياة شراك. ريان خانو، ريان، 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 يلا افتح عيونك، ريان. جنون، انت منيحة؟ شو عم تساوي؟ جنون وقفي شوي. جنون، جنون لوين رايحة؟ ما وصلنا؟ لا انا قلت لحالي منوقف هون مشان ترجعي لوعيك. اساسا امك زعلانة على اخوكي، اذا شافتك بهالحالة بتنقهر اكتر. انت مثل ريان، يمكن ما عندكم رابط بالدم، بس انت مثل ريان شخص منيح كتير ازاد.
أنا بشكرك على كل شي ساويته. بعتذر منك كتير، بتمنى أنك تسامحني كمان. لا، صار يلي صار قول. الماضي راح، بس نحنا فينا نفكر بالمستقبل. ما بعرف إذا فيني أفكر بالمستقبل، بس رح أجرب. طيب يلا اركبي لوصلك. لا أنا حابة إني أتمشى شوي، بركي مثل ما قلت برتاح. أنت منيحة؟ شنطايتي. آزاد بترجاك سامحني، يا ريتني صدقتك بهداك اليوم يلي انت خطفتني فيه، يا ريتني ما كذبت بحقك، وكمان يا ريت ما سببت لك الأذى. بس انت مثل ما حكيت ما فينا نصلح الماضي، بس نقدر نفكر بالمستقبل. بتشكرك كتير، أنا مديونة إلك طول حياتي آزاد، وممنونتك على كل شيء. العفو. أوف، اهدى شوي ميران، اهدى ولا تتوتر. أنا ما عم بفهم يا أخي، كانت منيحة وما فيها شيء، شو صار لها؟ يلا خلينا ناخدها على المشفى. لا لا واقف، الدكتورة عنده وعم تفحصها، ما فيك تفوت هلأ. إذا قالت خدوها على المستشفى مناخدها، طول بالك هلأ. ريان منيحة؟ في شيء خطير؟ لا تقلق، ما في شيء بيخوف إن شاء الله، بس الظاهر تعبت شوي من التوتر. دير بالك على نومها وأكلها، وخليها كل يوم تمشي شي ساعة، رح شوفها بعد أسبوعين. يعني أكيد ما في أي شيء؟ لا، وهلأ زوجتك بتحكي لك كل شيء. تمام، تفضلي دكتورة، تفضلي تفضلي. تركينا من الأكل وامشي، رح أخذك على المشفى. ما في داعي ميران، يلا عود. كيف يعني ما في داعي؟ وقعتي وأغمى عليكي، لازم نفحصك. مثل ما عم قلك ما في داعي. يلا عود لشوف. شو هاد؟ رح يجي لعنا شي ضيف؟ خير؟ ايه رح يجي لعنا ضيف، بس بده شوية وقت ليوصل. ما عندي استعداد استقبل اي ضيف، رح اخدك على المشفى. طيب ميران عود وخلينا نحكي. اوف ريان، انت عنيدة وانا اعند منك، يعني رح اخدك على المشفى هلا. ميران طول بالك وعود شوي، قلت لك انه بدي احكي لك شي. ما رح اقعد، انا حامل. يصير عنا بيت، كيف؟ عن جد؟ انتي قلتي بالمحكمة هالشي بس مشان ما نتطلق، مو هيك؟ بس هلأ ما في شي بيخوف، يعني ما حدا بده يعنى نطلع. مو هيك، هالمرة رح يصير عنا بيبي عن جد، يمكن يكون صبي مثلك أو بنت، أو يمكن اتنين ما منعرف، بس أنا حامل عن جد. بده شوية وقت ليوصل، ضيف بده وقت ليوصل.
في حياة جديدة عم تكبر جواتي. وروح من روحك ميران، ومن دمك رح تصير أب يا ميران. يصير عنا بيبي، رح يصير عنا بيبي. نحن إلنا، يعني أنا رح يصير أب. ميران، يا ربي، يا الله، يا الله. ميران، ولك ميران، ميران، انت رح تصير ابو لك، رح تصير اب يا ميران بيك. انا رح صير اب. ميران، رح يصير عندي ولد. شبك ميران؟ وقف ميران، وقف ميران. على مهلك، شو صار لك؟ بعدين بتوقعني ميران. وقف، دير بالك هلا بتوقعني على الأرض. نحن رح يصير في عنا بيبي، مو هيك يا ريان؟ بوعدك انه ابننا رح يكون اسعد ولد بالدنيا. انا بحلف لك يا ريان، ما رح اسمح لحدا يخليه يزعل، وما رح يحس بالوحدة ابدا. ابننا رح يكون مبسوط دائما، انا بوعدك يا ريان. بعرف، خليتيني اسعد انسان بهالدنيا. وينو ابني هلا؟ ضحكتني. شو هالسؤال يا ميرا؟ انا بدي احكي مع ابني. لساته صغير وقد حبيت العدس. ابني صغير لهالدرجة؟ مو مشكلة ابدا، انت احلى حبيت عدس بكل الدنيا يا ابني. حاجتك بقى، انت وابننا احلى شي بحياتي. أعدائي حرقوك يا حفيدي، مثل ما حرقوني، ومثل ما حرقوا ابني كمان.
بس جاوبني على هالسؤال يا دكتور، هو رح يعيش؟ عم نساوي اللي بيطلع بإيدنا عزيزي خانو. طيب يا ترى في شي حل تاني؟ أو في شي مكان تاني، يعني قصدي إنه في شي مشفى أفضل أخده عليه؟ أنا مستعدة لكل شي دكتور. إذا نحن حاولنا ننقله من هون ممكن نزيد الخطر على حياته. عم نساوي كل شي منقدر عليه. يلي عم تساووه رح يخليه يعيش؟ ما حدا بيعرف هالشي غير ربنا. أنت بس ادعيله، هذا الشي اللي منقدر نساوي هلأ. أنا عم ادعي، عم ادعي. صار لي 47 سنة وأنا عم أدعي، بس للأسف لسه لهلأ ما إجاني أي جواب. إذا صار لك أي شيء يا أصلان، ساعتها أنا ما رح أستنى 47 سنة لتتحقق العدالة. ما رح استنى ابدا، وعد. كل يدي بيطلبوا منك انه تضل عايش، وانا عم استنى يا حفيدي. بس المهم انك تتعافى. جدي، انت بتعرفه لأبي، يعني هو بيعصب بسرعة واغلب الاحيان ما بيعرف شو عم يقول، بس كل هذا الشيء لانه عم يفكر بعائلته. وانا كمان ماني موافق على اللي عم يساويه، بس انت بتعرف نيته. هلا انا ما بعرف ابني يا ازاد؟ بس يا ابني كل عصبيته وغضبه وكل شيء ما عم يأذي غير حاله بس. بالحقيقة في قصة تانية عم تشوش لي عقلي. خير جدي. وأنا عم بتحرى عن عزيزة، وصلت لدكتورة. هو ضل عم يعالجها شهور وسنين. علاج شو؟ حروق. ايه طبعا بتذكرها. معقول ما اتذكرها، كانت حالتها صعبة وعلاجها صعب. كان في حروق على ظهرها وعلى كل مكان بجسمها، كأنها هربت من الجحيم. عزيزة خانم كانت متأخرة على العلاج، ساويت اللي بقدر عليه لقلل آثار الحروق يلي على ظهرها، بس مثل ما قلت لك كانت الحروق كتير خطيرة وما في دكتور بيقدر يخفي أثرها أبدا. هالشي صعب. صحيح الحروق مو بس بظهرها، أنا ساويت 3 عمليات بوشها، لأنفة ولتمها كمان. كمان في حروق على وشها كمان؟ لا، هديك حكاية تانية. كانت تتعرض للضرب من زوجها. كيف يعني؟ بكل جلسة علاج كانت تجي وشها وعيونها متورمين، وكل مرة أسنانها كانوا يكونوا مكسورين، وفي مرة أنفها كان مكسور. وبعدين صار في تحسن؟ وشها؟ إيه تحسن، حتى تغير كتير، بس أثر الحروق يلي على ظهرها ما راح. بس كانت هالمرة قوية، ما كانت تحكي أبدا، ولو احترقت روحها ما بتقول آخ. يعني حسب كلامك يا جدي أنت عم تقول إنه هاي المرة في إلها علاقة بهداك الحريق يلي صار بمزرعتنا، معناتها لازم نعرف مين يلي مات ومين يلي ضل عايش بهداك الحريق وشو صار بهديك الليلة. بعتقد بهالطريقة منقدر نعرف هدفها. هداك الحريق يا ابني كتار احترقوا، في منن ماتوا ومنن انجرحوا، وأنا رحت سألت قرايبين كل يلي كانوا يومها، ما في وحدة اسمها عزيزة، ما حدا بيعرفها. لقيت هالصورة بغرفة حنيفة، طلع وراها. التاريخ ما هو واضح، بس إذا كانت هي الصورة لحنيفة هي، شو لها علاقة بمزرعتنا؟ من وقتها هي عنا؟ لا، هي صار عنا 35 سنة وأكتر. بس في شيء تاني لازم تعرفه يا أزاد، حنيفة كانت جاسوسة لصالح عزيزة. كيف؟ لازم نلاقي حنيفة بسرعة، هي الوحيدة اللي بتعرف شو صار وقتها. استغفر الله. أزاد، ميران بيكون ابن عمك،
وكلنا بدنا شوية وقت لنتقبل هالشي، بس بالنهاية رح نتقبله بيناتنا. وبصراحة أنا يلي الآن مشانه، إذا كنت رح تتقبله يا ابني. ما فهمت. يعني يلي بقصده، أنت الحفيد الوحيد لعائلة شهد أوكلو، هيك كان من قبل. هلأ قصدك أني رح غار لأنه هو حفيدك؟ يعني مو هيك بالضبط. جدي، أنا كبرت على كتف أبي وبحضن أمي وبجنب كل عائلتي، هو انحرم من كل هاي الشغلات. ميران بيكون ابن عمي وما بتخلى عنه، كون متأكد. برافو يا ابني، برافو. لا بترجاك لا تصر علي أكتر، هالموضوع تسكر بالنسبة لإلي. هداك الرجال رح يروح من هون وما حدا رح يقول لريان أي كلمة بخصوصه. بترجاكي لا تساوي هيك. زهرة، ممكن تسمعيني شوي؟ نحن خبينا الحقيقة عن ريان مرة وشفت شوي اللي صار، كيف بدك نساوي نفس الشي مرة تانية؟ مو نفس الشي. لا، أنا أخذت عهد على حالي يا زهرة، من اليوم ورايح مستحيل خبي أي شي عن بنتي ولو شو ما كان. ريان إلى الحق تعرف مين هو أبوها. حكيت اللي عندي وما رح أتراجع. هاي ريان. هاي ردي. ألو حبيبتي، أنا وأبوكي هلأ فتنا على البيت. أنتي منيحة؟ خير إن شاء الله. أمي أنا حامل. كيف؟ شو؟ شو صار؟ بالله عن جد بنتي؟ آه؟ مالي مصدقة. يلا أحكي شو الموضوع؟ شكرا لك سيد فرات، انا تعبتك بتوصيلي لهون. لا العفو دكتورة، هذا واجبنا. فرات، أنا فكرت أنك ما رح تجي اليوم. ميران طلب دكتورة وأنا وصلت على المشفى، فقلت مر لعندكن وبطمركن على الوضع. دكتورة؟ صاير شي لميران؟ لا لا، ميران كتير منيح. بس ريان يعني تعبت شوي، أغمي عليها. شو وضعها؟ ريان طلعت حامل. وبعتقد انه مو وقت نحكي بهالموضوع هلا هون. الله يحفظ لهم يا. انا فرحت لهم من كل قلبي. بعرف. بعرف. لكان رح تصير أب مو هيك يا ميران؟ بالوقت يلي نسلي عم يجف انتو عم تتكاسروا أكتر؟ ها؟ يلا افتحي تمك. وانت كول يلا لشوف. افتحي تمك انتي كلي.
خلاص بكفي، ما عاد فيني. ما بكفي، أنا لازم غذيكي وغذي ابني كتير منيح. ميران افهمني، ما عاد فيني آكل أكتر. لا تعترضي. خلاص هاي الأخيرة هو. ابني صار بيكره البردان. بكفي، كيف رح أقضي هالتسع شهور معك؟ عن جد ريان، كيف رح يمضوا؟ أنا كنت عم فكر بهالشي قبل شوي، بعد ما عرفت إني حامل فورا فكرت كيف بدي أحمل ابني بحضني. بنت ولا صبي؟ أنت شو بدك؟ بعتقد بتعرفي منيح شو بدي. بتمنى يجينا بنت وشها مثل وشك، يعني تكون نسخة تانية عن أمها. ميران، وبدي طبعها يكون مثل طبعك، وقلبها طيب وحنونة وقوية. خلص اسكت، لا عاد تقول شي، اسكت. بدي بنت حلوة مثلك. وانتي؟ المهم الصحة. اي اكيد، المهم الصحة والسلامة. بس مو بيقولوا الامهات بيحسوا بهالشي؟ انتي بشو عم تحسي؟ صبي هيك حاسة. عن جد؟ شو بعرفني ميران، أنا بس حاسة إنه صبي. يمكن لأنه أنا هيك بتمنى. إذا كان صبي يمكن وقتها تقدر تفهم أبوك أكتر وشو يلي عم بحس فيه، كيف عم تتوجع روحه هلأ، وكيف بيرجف قلبه لما يتطلع فيك. أنا ما بعرف كيف بيكون هالرابط، من لما وعيت قالوا لي أمك وأبوك ماتوا، ما حملني أبي على كتفه وما نمت بحضن أمي. تعلمت لحالي كيف سوق بسكليتي وشلون أحلق دقني، وبعد كل هالسنين قالوا لي أبوك هذا هو، ما نميت، طلع عايش. ما بعرف كيف بتكون العلاقة، تتعلم هالشي لما يصير عندك ولد، يعني لما يصير عنا، بتتعلم كيف تكون أب، وكمان شلون تكون ابن يا ميران. هو بيعلمك هالشي. دمعت عيوني. ابني رح يعلمني، ابني البطل. إن شاء الله رح يعلمني كيف كون أب. رح أتعلم. واثقة إنك رح تكون أب رائع.